نحن الآن في داخل مستشفى كمال الوان في جباليا إلى أقصى الشمال من قطاع غزة. لعلكم تشاهدون الأعداد التي تتواجد من المرضى وخاصة مرضى الحروق الذين يعانون من حروق من درجات مختلفة بسبب الوسائل البدائية التي يستخدمها الفلسطينيون في ظل الحصار والحرب الإسرائيلية المتواصلة. نتيجة لعدم توفر غاز الطائي في مدينة قطاع غزة يلجأ جميع المواطنين في قطاع غزة إلى استخدام الوسائل البدائية في إشعال النار، وذلك بعد انعدام توفر غاز الطهي. ويأتي إلينا العديد من الإصابات وغالبيتهم من الأطفال الذين يعانون من الأمراض في جهاز التنفس. لذلك هناك إصابات في صفوف الأطفال وفي صفوف الكبار، وكلهم يعانون إما من حروق وإما من حالات اختناق وإما من حالات مختلفة، ويترددون على هذا المستشفى. لعلكم تشاهدون قسم الاستقبال هنا، وهذه الغرفة غرفة الجراحة التي يصل إليها أعداد من الجرحى ومن المصابين بسبب عدم توفر مادة الغاز، لذلك هم يصابون بحروق وأيضا التهابات وأيضا اختناق وعدم التنفس الطبيعي. نحن في حال حرب مستمرة من قبل الاحتلال، وحرب التجويع والحصار الذي يفرضه الاحتلال يعوق عمل الكوادر الطبية والكوادر الصحية، ولدينا العديد من المشاكل ومنها نقص الوقود. محطة الأكسجين تحتاج إلى تشغيل دائم ومستمر لتعويض المرضى الكمية الكافية من الأكسجين اللازم لإجراء العمليات الجراحية واللازم للحضانات واللازم لغرف العناية المكثفة. لذلك هم بحاجة ماسة لأن تكون هناك عملية إدخال لشاحنات الغاز حتى لا تحضر هذه الحرائق وهذه الإصابات في صفوف الفلسطينيين وخاصة الأطفال في المناطق الشمالية لوادي غزة. لقناتين عربية والحدث، خضر الزعنون، غزة.